واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 28,639 قضية تمونية متنوعة، وغلق 22,722 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق، إضافة إلى ضبط 5,532 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 29,925 أرجيلة. كما تم ضبط عدد 230,949 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 41,145 قضية تموينية متنوعة، من بينها 766 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء، وضبط 130 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,843,420 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 379 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 147 طن و67 كيلو، وضبط 70 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 33 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 860,340 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 20,415 من قائد المركبات بالطرق، تبين إيجابية عدد 1,182 منهم. كما تم المرور على 905 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,886 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 17 سائقا منهم. كما تم فحص 3,794 مركبة، تبين مخالفة 158 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 1,940 سيارة و 214 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 80,419 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 348,710 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 295,093,084 جنيه. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1097 قضية، من بينها 617 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات. كما تم ضبط 480 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 44,127 مطبوعات تعليمية وأدبية وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وفي مجال قضايا الأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 116 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية 518 مليون و 577 ألفا و 561 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 8289 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت 19 مليار و43 مليون و285 ألفا و624 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفية لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 26 مليون و453 ألفاً و622 جنيها.